الكلام ده من فتره الكلام ده من فتره ولا يعني من فتره مع عشان كده احنا بنعتبر الاحكام اللي صدرت من دائره البحث الجوي ومن محكمه دائره الرفض احكام صادمه وظالمه لحقوق الشعب رغم انها تمثل الحقيقه كما يقول القانون، ولكن نحن نشعر بان هذه الاحكام بصفه شخصيه نشعر ان هذه الاحكام صدرت ثم عدوانا على حق هذا الشعب في ثروته القوميه، وكنا نتوقع ان تدين هذه الاحكام هؤلاء الذين ابرموا هذه الصفقه المشؤومه، ولكنها على العكس عرقلت تنفيذ قرار المحكمه كابت القضاء الاداري بوقف تنظير الغاز مؤقتا لحين فصل الموضوع. في حكم القضاء الاداري تم الطعن فيه في وقت تنظير الغاز، وهذا الحكم استند الى مخالفه هذه الصفقه للدستور وللقانون. ايضا مفوض الدوله القوى الوطنيه من التي اصدرت هذا الحكم قال في تقريره ان المحكمه تنكبت العداله وتنكبت المصلحه العامه ورفض حكمها الذي صدر بوقف تقرير الغاز. القائمة السوداء كانت اقتراح في مؤتمر اخير، وانا ما اعرفش هيحطوا فيها مين، لكن لا انا بقترحش. هو الناس اللي واقفه مع الشعب معروفه، والناس اللي بتتصدى لاراده الشعب وتسهل سلب ثروه الشعب معروف. في تعقيب، طب حضرتك على الغرامه؟ على ايه؟ على الغرامه. الغرامه جريمه الشعب برفض السلبيه الاسرائيليه بظروف القياده السويه وقام بدفعها كلها، والمجرم الذي ولم يسمح لي بدفع مليم واحد، وهذا دليل على ان الشعب واعي يدافع عن ثروته، لان القضيه لا تخصني، القضيه تخص ثروه هذا الشعب الذي نزل 50% منه تحت خط الفقر، ومع ذلك لا تستطيعون على اسرائيل ب 12.5 مليون دولار كل يوم. هذه نتيجه غريبه جدا طبعا. والان مؤخرا لم يكتفوا بهذا، بل زادوا من صفقه من كميه الغاز المخزن، وايضا عينوا احد الوزراء المعروف يعني بالتصرفات الخارجه عن القانون، عينوه رئيسا لاهم شركه يعني خدمات بتروليه. طب هذا كله عباره عن انه عمليه عند او تقطيع لسان، اعملوا اللي تعملوه احنا هنعمل اللي هنعمله. الشعب ده مش خاطئ من الخراب، الشعب ده صاحي هيدافع عن حقه لاخر واحد. طب في تعقيب حضرتك على ان 40% من الطاقه الكهربائيه المولده جوه اسرائيل بتتم بالغاز المصري؟ لا 40%. نقطه ساخره دي ادانه صريحه جايه من اسرائيل لمن عقدوا هذه الصفقه المشؤومه. احنا فاتوره الكهرباء عندنا بتعلى وهم بيخفضوا على قفانا. مين يعرف مين يقبل هذا؟ طب في لوح، لو القضيه بتاعت الغاز وصلت الى نهايه المطاف في القضاء المصري، في يعني اتجاه لتدويل القضيه؟ لا، امام القضاء الاوروبي او لا لا، نوع من التدويل الشعبي، مش التدويل بمعنى التدويل في مجلس القضيه الوطنيه. ايوه، واحنا واثق ان هيطلع لنا حكم نهائي بوقت التصدير على الحكومه ان تنفذ او لا تنفذ. يعني الحكومه ممكن تنفذ الحكم ممكن لا تنفذه، لكن احنا وراء هذا الموضوع لن نسكت ولن نفضح، وسنوالي تناول هذا الموضوع في كل وسائل الاعلام وفي الاوساط الشعبيه للدفاع عن شعب مصر. الف
شغل. انا بس عايز اضيف حاجه مهمه جدا، ان كل المتبرعين عشان ما حدش يزايد علينا، كل المتبرعين لدفع الغرامه مصريين ومن الداخل، عشان ما حدش يقعد يدعي كلام ليس له اي اصل. وناس عاديه، مش قوات سياسيه، بس ناس عاديين جدا تبرعوا لهذا العمل، لهذا المشروع الوطني اللي هو مشروع صندوق التخدي، هنستمر فيه ومفيش حد هترفع عليه غرامه الا هندفع التكلفه، لان دي قضيه المصريين كلهم، مش قضيه ابراهيم اليسري ولا قضيه احنا. طب حضرتك الناس عاديه يعني.